مبروك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية والبركات. العام وزعنا 1500 جائزة، أكثر من 1500 جائزة، وهالسنة جوائزنا أكثر وسألتنا أكثر، شوي صعبة وشوي سهلة، ولا وعندي لكم مفاجآت، فقرات جديدة، لازم تركز معانا وتجرب معانا. ومثل ما تشوفون القاري بحلة جديدة، مضبط من الوكالة، دفع رباعي جاهز. نبتدي بأول سؤال وبنشوف من أول واحد راح يجاوب صح وبيفكر معانا. السؤال يقول شنو الشيء اللي ناكله قبل لا ينولد وناكله بعد ما يموت؟ فكر معانا. تاكله قبل ما بيولد وتاكله بعد ما يموت. سمك. انت بس جاهز؟ جاهز. نفسيتك اوكي؟ الحمد لله. خذ نفس اوكي حلو. سؤالك يقول شنو الشيء اللي ناكله قبل لا ينولد وناكله بعد ما يموت؟ أي سؤال؟ شيء ناكله قبل ينولد وناكله بعد ما يموت. شيء ناكله قبل ما ينولد وناكله بعد ما يموت. شيء ناكله قبل ما ينولد وناكله بعد ما يموت. صح، قلت السؤال صح. أبي الإجابة. هو يفكر الإجابة. البيض. بيض. في احتمالات. بيض شنو عاد؟ بيض. بيض. بيض وشيء ثاني؟ أيوة يعني صح. صح، بيض ودجاج. أيوة. بيض ودجاج. نعم، لأنه قبل أن ينولد وبعد أن يموت. نأكل قبل أن ينولد نأكل بعد أن يموت. لحم. لحم؟ لحم لا. لا ضاع. ضاع؟ ضاع. سلي ضاع. ضاع الفكرة ما. الفكرة ضاع. ضاع لأنه ما شيء قبل. فكر معانا. ونقول لك ألف ألف مبروك، ربحت معانا جوائز قيمة، ربحت معانا عطور من الجزيرة العطور. بارك الله فيك. وايضا ربحت معانا من منتجع شرق ريتز كارتون قسيمه، وربحت معانا قسيمه من مطعم تشيكيتي الايطالي حق الباستا والبيتزا، وربحت معانا قسيمه من نيو ميديكال سبا. ما شاء الله، الف مبروك، تستاهل. وايضا ربحت معانا قسيمه من تنميه الضيافه، عباره عن سبع مطاعم، اختار شوكليت بار واللي رايحك. بارك الله فيك. ونقول لك الف مبروك، يعطيك العافيه. شكرا. ما قصرت. ورمضان كريم علينا وعليك. شكرا. ان شاء الله. فكر معانا. يعطيك العافيه. فكر معانا. السؤال يقول شنو الشيء اللي كل ما استعملته بكى؟ فكر معانا. منبه. منبه لا. القلم. بكى دمع. إذا استعملته البصل. لا. القلم. لا. الماء. شلون يبكي الماء؟ ينزل عشان. إذا استعملته بكى. صفارة. صفارة؟ إيه، صفارة الحاكم إذا استعملته يصير. وعندك بعد جرس اللي هو التوقيت. الفوز مثلا اذا واحد فاز يعني يصيح. بس انت شلون تستعمل الفوز؟ لازم شيء تستعمله، اذا استعملته صح. والله يا اخي سؤالك زي شكوش. هو شلون شنو شكوش يعني؟ يعني مطرقه؟ زي المطرقه هذه يمكن. يعني اذا استعملته يصيح؟ يبكي يعني؟ اذا استعملته يبكي. هاي اذا ضربت يدك بالغلط بتصيح. بس. او بكى. او عيط. إذا أردت أن تستعمله بكى بصل؟ لا، البصل يبكيك. شيء إذا استعملناه صح بكى. هو هي عبارة. الجرس. بكى، نفضل بكى، دمع. الشمعة. لا يمكن مو شمعة. بعد مو بالشمعة؟ إيش رأيك؟ لا أنا أتوقع الشمعة. خلاص الشمعة ما أعتقد. شلون تبكي؟ إذا استعملت أنت يعني إذا ضويت الشمعة تدوب. أيه. نقول لكم ألف ألف مبروك، ربحت معانا جوائز قيمة، ربحت معانا قسيمة من مطعم تشيكيتي الإيطالي. الله يبارك. وأيضا ربحت معانا قسيمة من منتجع سيلين. الله يبارك. وربحت معانا عطور من الجزيرة العطور. هم اللي فايزين. وأنت ربحت معانا قسيمة من
نويو ميديكال سبا، وأيضا ربحت معانا قسيمة من تنمية الضيافة، عندهم 7 مطاعم، اختار لك مطعم شوكليت بار في اللؤلؤة، ونقول لكم ألف ألف مبروك، تستاهلون، ومبروك عليكم الشهر. شنو الشيء اللي ما تقدر تاكله وقت الفطور؟ وقت الفطور فكر معانا، انت شو ماكل الحين؟ انا شاورما. شاورما في العافيه. اه فيك الله يرضى عليك. تقدر تاكل الضر صح؟ لا ما اقدر اكل. ليش ما تقدر؟ ها؟ لحمه وفراخ سمك. ما تقدر تاكلهم الظهر؟ لا حاجات كثيره. ليش ما تقدر تاكلهم؟ عادي تاكل لحمه وفراخ وسمك الظهر. شيء لا تستطيع تناوله في الفطور. شيء لا تستطيع تناوله في الفطور. والله أسئلتك كلها صعبة. أسئلك أسئلتي سهلة والله. أسئلتي سهلة، بس تركز معانا تفكر معانا وإن شاء الله تجاوب. عاد هاي لعبتكم الأسئلة المفروض يعني. والله. حاول. إنزين. شيء ما تقدر تأكله بالظهر. وقت الغداء. العشاء ما اقدر اكله وقت الغداء. اسالك مره ثانيه، شيء لا تستطيع تناوله وقت الفطور؟ اكيد الغداء. الغداء والعشاء. والعشاء في سهوله في اسئلتنا؟ في صعوبه في اسئلتنا؟ ما اعتقد في، اكيد انها سهله. هذا الشيء صعب. جيبوا القاري. ونقول لك الف الف مبروك، ربحت معانا جوائز قيمه، ربحت معانا قسيمه من مطعم تشيكيتي الايطالي، وايضا ربحت معانا قسيمه من فندق وندم جراند ريجنسي، وربحت معانا قسيمه من منتجع البنانا، وايضا ربحت معانا عطور من الجزيره العطور. الله يسلمك. وربحت معانا، وايضا ربحت معانا كوافي شوكولاته من تشوبان. نقول لك الف الف مبروك، وكل عام وانت بخير وتستاهل. من المبروك. فكر معانا. جزاك الله خير. طبعا هالفقره عباره عن لعبه ولازم تركز فيها. عندك هالخاتم لازم تمشي من هالنقطه لين هالنقطه. عندك 3 مراحل وثلاث اماكن ترتاح فيها ودقيقه ونص. خلنا نشوف من يقدر يركز معانا. عدت 10 ثواني، بس تعرفني باسمك، باسمك كريم. اوبس. من البداية، من البداية بسرعة. ايوه 45 ثانية عدة. حلو، ريح، امشي امشي على طول، استمر. انا خاف اسألك، ما قلت لي اسمك للحين. تعيد من خلاص ما بسألك شو اسمك. لا تسأل. عندك نص دقيقة. اوبس. باسكت انا. يلا ماشي يا صح. من البدايه. وين التركيز؟ خلصت امتحانات؟ لا لا للحين. ها عشان شي متوتر. اوبس. اي شو اسمك انت؟ جديد. اسمك شنو؟ يزيد. يزيد؟ في أي صف؟ أنا تعيدين. اسمع الصمت أنت. تستعمل رجلك بعد. ما مشكلة. زين حلو ماشي الريال، ماشي عدى أول مرحلة وماشي في ثاني مرحلة. 50 ثانية، عندك 50 ثانية. شفت تشتغل؟ أنا مهندس ميكانيكي. مهندس ميكانيكي، حلو، يعني أعصابك أوكي؟ نعم. كل أصل تركيز في النهاية. في النهاية تركيز، صحيح، يعني ركز معانا. ريال ماشي. 30 ثانية عندك. يلا عجل شوي. عديت، باقي لك آخر مرحلة.
25 ثانية. ها 20 ثانية على آخر مرحلة. 20 ثانية. 10 ثواني. أرجع. 5 4 3 أوبس تعيد. يلا عدت 5 ثواني. ها تعدي المرحلة الأولى. ما سمعت روح. عاد الكل سمعت. عدت 25 ثانية. خلاص خلاص بكفي. حاولت اكثر من محاوله. هاي اخر محاوله ممكن. يلا بعطيك دقيقه. روح روح. يطلع صوت نظر انا ما اسمع. احسب يا مخرج. 3 2 صفقوله. صراحه لانك اخر جزء غلط فيه فمشي لك اياها ونقول لك الف مبروك. انت الوحيد اللي يمكن ركز معانا شوي. صح اللعبه شوي صعبه هي بس يبي لها تركيز. واسم الفقره ركز معانا. بس تعرفني باسمك؟ خالد ناصر من السعوديه. يا هلا والنعم فيك. ربحت معانا جوائز قيمه. ربحت معانا عطر من الجزيره للعطور. عطور من الجزيره للعطور. وايضا ربحت معانا قسيمه من مطعم تشيكيتي، مطعم ايطالي. وايضا ربحت قسيمه من فندق موبن بنك. وربحت معانا جائزه من الجابر للساعات والمجوهرات. وايضا ربحت معانا قسيمه من نويو ميديكال سبا. وايضا ربحت معانا قسيمه من التنميه للضيافه وفيها 7 مطاعم. واختار لك مطعم شوكليت بار اللي يريحك. ركز معانا. عضو في جسم الإنسان إذا قلبناه صار عضو آخر. فكر معانا. لسان. اللسان إذا قلبناه صار إيش؟ إنسان. لسان إذا قلبناه صار إنسان؟ لا لا لا. انسان اللي قلبناه صار لسان. لا. رمضان كريم ومبروك عليكم الشهر وانت طيب. سؤال بسيط. عضو في جسم الانسان اذا قلبناه صار اسم عضو اخر. البقنا. قلب. لا قلب بلق. قلب بلق. بنكرياس بصير سنكرياس. كبد. لا برضه كبد. دبك. دبك. قلب. بلق. قلب. ما عندنا بعد. لا قلب اذا قلبناه صار ايش؟ رجل. رجل جر. لا ما يصير اسم عضو. لسان. او لسان. لا لسان. رأس. 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 فأس. رأس. 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 إذا قلبت إيش يصير؟ ممكن صار. إي بس هاي مو بعضو آخر. بس اسم إنسان. ممكن قدم. قدم. يد. يد. لا. كف. كف. أنا إليه بتبقى فك. أكيد أكيد. كف. كف. أنا قليبة تبقى فك.
فك الأسنان. مبروك. الله يبارك. مبروك. نقول لك ألف ألف مبروك، ربحت معانا قسيمة من نادي الرياضي فتنس فيرست، وأيضا ربحت معانا قسيمة من مطعم تشيكيتي، مطعم إيطالي، جائزة من الجابر للساعات والمجوهرات، وربحت معانا عطر من الجزيرة للعطور، وأيضا ربحت معانا شوكولاتة من شوبان. ألف ألف مبروك. أساعدك أشيل معك. الله يخليك. أشيل معك. فكر معانا. السؤال يقول كم عدد فقرات العمود الفقري؟ 17 18 فكر معانا. كم عدد فقرات العمود الفقري؟ عدد فقرات عدهم 70 70 70 كان الحين احنا نوصل سقف 70 وايد 70 36 36 لا كيف الحال؟ شو الأخبار؟ الحمد لله. رمضان كريم. الله أكبر. الحمد لله على السلامة. وصلت من فوق رحلة شاقة. الله يسلمك. سؤال بسيط، كم عدد فقرات العمود الفقري؟ ما أعرفش والله. نعد أنا وأنت؟ نعد. 20 كم عدد فقرات العمود الفقري؟ أيوة. لا. أيوة حاجة وثلاثين. حاجة وثلاثين يعني كم؟ يعني 38 38 9 أعطيني رقم بعد 5 6 7 شكراً يعطيك العافية. 360 فقرة. 360 ليش؟ شيخ من وين؟ من اليمن. يا هلا والله. لو 300 وشوي كان احنا من سدحين نوصل اليمن. صح. زين ها عمود الفقري 132 132 ها عمود الفقري 6 العمود الفقري قاعد تقول طبعا بعتهم مش اكثر من 32 فقط مستحيل فقرات. مستحيل اكثر من 32 لا لا 130 132 كل الجسم 132 كل الجسم كل الجسم نعم العمود الفقري انا بس العمود الفقري حوالي 36 32 حار 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 نار يطبخ 34 33 33 ولا 34 ثبت دام اخترت 3 خير الامور وسطها 33 33 ونقول لك الف الف مبروك ربحت معانا جوائز قيمه ربحت معاي قسيمة من النادي الرياضي فتنس فيرست وأيضا ربحت معاي قسيمة من مطعم تشيكيتي الإيطالي وربحت معاي قسيمة من منتجع البنانة وأيضا ربحت معاي خاتم من جابر للساعات والمجوهرات وربحت معانا شوكولاتة من شوبان ألف ألف مبروك يعطيك العافية ومبروك عليك الشهر وجهك أبيض السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول شيء نقول لك مبروك عليك الشهر الله يبارك فيكم إن شاء الله يبلغنا إياه بالقبول يا رب العالمين والرحمة الله يسلمك طبعا وصلنا حق هالفقرة وهالفقرة جرب معنا عندك أربع كروت نعم عبارة عن تحديات ثلاثة تحديات وكرت تربح على طول إن شاء الله فأنت اللي عليك أنك تسحب الكروت وأنت وحظك بسم الله بسم الله يلا يلا أخذ لك كرت ناخذ واحد اثنين ثلاثة بسم الله شنو التحدي؟ عطني خردة عطني خردة عطني خردة طبعاً الله يسلمك هو أبيك تجيب لي 20 ريال زين 20 ريال نصوص نصوص طيب أيوة وعندك 10 دقائق 10 دقائق خلاص وأنا ببتدي أحسب لك يلا بسم الله. يلا بسم الله ما شاء الله عليه والله فطلع له تحدي عطني خردة عطني خردة أنا بمنك نصوص حزت بقول لك 5 ريال نصوص حزت بقول لك
20 ريال نصوص، وانا طلبت منه 20 ريال نصوص وما شاء الله عليه ركض. وفي عندنا تحديات اخرى وخلنا نشوف. ها يا شيخ ايش صار؟ اعطيني فرصه لسه عندك نص ريال نص ريال ما هي. طيب لحظه معك انت لازم تخفضها شويه. 20 ريال صعبه شويه. 20 ريال صعبه؟ ايوه اوكي 10 خلاص 10 اعطيني بس فرصه. لحم كم معك كم دقيقه؟ يو هاف 50 درهم 10 ريال 50 درهم يا نو 50 درهم هاف ريال بسم الله please. How much you have? No, we want 10 ريال 10 ريال؟ ايوه اصبر اصبر عندي فكرة بس اعطيني 3 دقائق وارجع لك على طول معك معك يلا, يلا. بس برا عندك فكرة يلا معك برا وين برا؟ السيارة سيارة؟ معك في السيارة يلا يلا تعال السيارة ما كنت أفكر يوم من الأيام أن هاي تنفعني. تفضلوا كل ما كنت أصرف شيء أيوة. ولو 25 درهم أيوة. أخليه في السيارة. الحين هذه عندي تقريبا بنعد كلنا مع بعض. يلا بنعد مع بعض يلا بسم الله إن شاء الله يربح إن شاء الله. هذه هاي ريال ريال وهاي ريالين حلو ريالين وهاي ثلاثة احنا متفقين على 10 صحيح قلت لك انا وهاي 4 4 ريال وهاي يا طويل العمر 5 5 ريال دحين احنا بعدنا في 50 درهم ها ايه اوكي ما شاء الله ما شاء الله يلا يلا ان شاء الله تربح 6 ريال 6 ريال وهذه يا طويل العمر 7 ريال عنده ربع ها 4 4 اوكي وهذه 8 ريال 8 ريال باقي لها ريالين وفي يده الصراحة أكثر وهذه 9 ريال زين زين وهذه 10 ريال وهذه حق الجمهور ألف مبروك الله يبارك تستاهل تستاهل ما شاء الله قل لي شلون جمعتهم؟ أنا جمعتهم شوف أنا ما أستهين يعني هذا الإنسان المال يحصله بجهد وتعب صحيح انزين يقول لك مال حلال ما يضيع صحيح. فانا كل ما كنت اصرف شيء او يعني اشتري شيء صحيح. يزيد عندي مثلا 50 درهم او 25 درهم أيوة. فاقول له خليها في السياره يمكن احتاجها لشيء وكذا تجمعت وانا ناسيها انت الحين لما قلت لي سبحان الله درنا لفينا الكارفور كله ما في ولا حتى مال يعني كل ما شاء الله عليك اقول لك الف 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 مبروك ربحت معانا جوائز قيمه طبعا هاي قسيمه من منتجع بنانا ما شاء الله وايضا ربحت معانا جائزه من الجابر للساعات والمجوهرات ما شاء الله يمكن ساعه يمكن خاتم ما تدري طيب ما في مشكله وربحت معانا عطور ما شاء الله من العيال تستاهل بعد الله يسلمك يستاهلون وايضا ربحت معانا عطور من الجزيره العطور ما شاء الله وايضا ربحت معانا قسيمه من نيو ميديكال سبا ما شاء الله جزاكم الله خير الله يسلمك وقسيمة من النادي الرياضي فتنس فيرست وأيضا ربحت معنا قسيمة من مطعم تشيكيتي مطعم إيطالي أكلات إيطالية ما شاء الله ونقول لك ألف ألف مبروك تستاهل نوصي إخواننا إن شاء الله بالطاعة لله عز وجل
وأنهم يغتنموا الأوقات وأنهم ما يضيعوا النعمة في أي شيء، فهذا فضل ورحمة من الله عز وجل. جزاك الله ألف خير، بيض الله وجهك ويعطيك العافية الشيخ. ووصلنا حق نهاية حلقتنا اليوم، ومثل ما تشوفون طبعاً كان في مفاجآت. جرب معانا وركز معانا وفكر معانا، وكل يوم إن شاء الله راح أكون في مجمع جديد. وإذا حبيت أعرف وين مكان اليوم، تابع سناب شات تلفزيون قطر، كل يوم إن شاء الله راح أكون في مجمع مع أسئلة جديدة، وانت بس فكر معانا.